عندي نقطة، لكن أنا بتكلم عن جدولك اليوم سعيد. عندك جدول أو ما عندك؟ والله ما جدولي ذا اليوم. لا أقصد جدول، هل عند سعيد جدول دائم ليومه ولا ما في؟ ما في. يقصد مو بلازم مكتوب في ورقة إنه مثلاً تكاتب تمشي جدول مدرسة، لا في عقلك. خلي قصدك الخرائط الذهنية. إيه عندك خريطة ولا لا؟ ما في. أنا تمسح كل نص ساعة، تمسح تبنى واحدة جديدة على حسب الشغلة. أنا أشوف في الأيام الدوام بيت. عطلت ابشر في اليوم اجزنا. اي والله قلت هذول انت قرب للديره، بعدين كانوا بدهم يفكونا. عندك جدول مخطط للديره ان شاء الله؟ كانوا بدهم يفكونا بعد بكره. طيب ما تلاحظ ان عدم وجود جدول ما في احترام للوقت، ما في احترام لذاتك انك الوقت اصلا ما احترمنا عشان نحترم هذا الحين، ما هو اعطانا وقت عشان نحترم. ليش تحصر الوقت انه في فقره محدده؟ انا اتكلم الوقت اليوم، وقت سعيد وقتك مو محصور بس في فقره مدتها ساعه، وقتك انت 24 ساعه. انك ما تضع جدول ليومك في عدم احترام لنفسك. يا اخي وش كيف بالله كيف اسوي؟ يعني اخذ ورقه واكتب من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه. مثل اليوم قاعد في البيت اغسل ملابسي، لان الشغاله راحت معي بالديره، فقعدت بها في البيت. دريت انها على غم وهم والله. يعني هذا شيء طاري على جدولك؟ طاري. اصلا ما في جدول. ارسلت لها شكرا يا فلان في المعنيت بالكلام، والله نزع على هم وعلى غم وعلى بلا ربي. لاني حسيت معاناتها. يعني الشغاله جلس من صباح لظهر أغسل ملابسي. نحن أناس في فقرة فوكس لله درنا. والله أنا تحمل مصاعب الحياة. الصابرون على على على. أنا إيش كنت أسأل سعيد عنه؟ فهد قبل يوم وصل الشغالة. لا قبل تصبر على. كنت أسأل سعيد عن إيش؟ أسأل سعيد عن إيش؟ والله أعلمك الصدق ولا بنعمله. الصدق اللي يحبه الله. والله أنا حركات المدرسين يشرح. قال فلان فين وصلنا؟ حركات المدرسين. ايش تبي بزياد؟ هو كلمني ما هو بلا كلمه خلاص. اعتقني يا ادم، اعتقني. طيب فهد، انت كنت معنا في الحديث، وجود جدول يومي او وجود جدول خلينا نقول في ذهنك، هل هو صح ولا خطا؟ صدق. لا هو صح، المفروض الانسان يرتب يومه. عرفت؟ يحاول يستغل يومه قدر المستطاع. انا يعني مثلا عندي ساعه في يومي لابد اسويها، اقرا فيها ولو قليلا. تقرا فيها كتاب؟ نعم. والآن أقرأ الآن أقرأ مثلا مقدمات العقد الآن. إيه الشيء الذي جمعه ورتبه الأستاذ الدكتور عبد الرحمن قايد، مسي عليه بالخير. ونعم. هذا لازم يوميا لازم. يعني دقيقة، أبوك الحالة أبوي هذا لازم اسحب المحور الله يرفك. يا والله شوف محور مهم، بس انت والله ضعت والله اليوم ضايع عندي رسائل. طف الجوال ارجوك. دقيقه انا جيت تكلمنا في شيء ما هو عندنا احنا، نفتقه الجدول اليومي. مش لازم جدول، انت طيب تتكلم عن الوقت، لان اداره الوقت تعتمد على جدول. انا ما اتكلم من جدول مكتوب يا سعيد، اتكلم كيف تدير وقتك. يعني سعيد ايش الشيء اللي سويته من اجل تطوير مستقبلك؟ اقصد على مستوى المهني ايش سويت ايضا لتطوير نفسك المعرفي؟ فهد تكلم عن نقطة معرفية أن اليوم في يومية مخصص وقت للقراءة، هذه حاجة حلوة. هل سعيد عنده هذا الشيء؟ والله أنا أشوف تكلم عن الآن سعيد المعرفي، سعيد الوظيفي، سعيد العاطفي، سعيد ليس له حق في يومك، ولا مخليها سعيد القروشة؟ والله شوف، أول شيء قروشة فلاني بقروشة الله يهب لك حظ. الحالة الثانية فما من ناحية المعرفة، فما الحياة كلها مع دراسة ولا الحياة كلها علم ولا تدريب؟ أنا ما يستهويني الكلام هذا، فهد يستهوي الكلام ذا. أنا أحب البسط والسواليف والجمعات والسجات، هذه حياة. لأنك بكرة يحطونك في المقبرة ويا الله يا الله يجيك نماك يسلم عليك. لا بد يكون عندك جزء من المعرفة. هذا أنت. لا الجميع. لا أنا ما أبغى. أين الله؟ يا أخي الناس ما تبغى. الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب، هل كلام الله أصح أم كلامنا؟ كلام الله سبحانه وتعالى يقول اقرأ اقرأ اقرأ. وحنا نقرأ المصحف. اقرأ. ونقرأ. لا اقرأ في جميع. ما أبغى يا أخي، ما أبغى. التعلم واجب. ماني والله ماني بقرأ. حقوق الإنسان التي يسأل عنها يوم القيامة، لا بد الإنسان يكون. أنا أوافق فهد، أما أنا أختلف معك لسبب. القراءة تطور منك، لأنك أنت لو ما قرأت وجلست على وضعك الحالي بقابلك السنة الجاية وأنت على نفس وضعك. يا أخي صل على رسول الله. لا القراءة تطور منك. أنا شخص أنا أحترم القراء واللي يقرأ ومتثقف، هذا أحترمه جدا. لكن والله لما قاعدين جالس معهم كنا الجبال هني. ما أحب يا أخي، ما يسولفون ولا يمزحون، كلهم سواليفهم
بعدين يقولون الأدباء عرفوا بحدة الأدباء. أقعد مع أسمر ليلي مع ناس كلهم حدة؟ لا لا مو حدة. هلا والله أنك أنت أولهم أنك ما قابلك إلا تنبر بهني. لا 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 مو حدة. الإنسان لابد أن يكون يعني جلد ولابد يعني شوف. شفت؟ دائما إذا جاك الواحد خدوده كبار. شفت شخصنها؟ شفت شخصنها؟ يوم جبت الجد يوم جبت الجد شخصنها. خليك بالله حذفت بالكوب اهدى. الا والله البسط والسواليف. تدري ان يلا هو خيري ولي كل قاعده شواذ وان شذي الله قاعده. لكن ذاك همه بطنه وهذا امر عظيم، فلذلك المفروض ما هم معنا في هذا المكان. المفروض ان طاولتي انا مرتفعه سنتيين عن طاولته للتدريب. شوف لما جاك الواحد ريحته كانها باركه حقته غرفه نوم، فاغسل يدك منه لأن جميع الطاقة السلبية فيها. والله شوفوا يا متابعين يا كرام، أنتم تقولون دائما ليه تذبون وليه تزعلون؟ لأن فقرات وفقرات طيب. فقرات ما عندنا مكان أهدنت، ما عندنا مكان أتكلم فيه. أتكلم فيه إيش؟ يلا عطني أتكلم. أنا أتكلم. أنا أتفضل. هذه مهمتي أنا. أول شيء عشان نختم هذا الموضوع، إحنا كنا نتكلم عن موضوع مهم، لكن للأسف أنا طحت بين على قولتهم ما بقول عين من عين اليمنى من الورد بستان وفي عين اليسرى لا كلهم عجاج السنين. الحمد لله الحمد لله اني على يمين الحمد لله اني على يمين كل عجاج السنين عجاج السنين في عيني اليمنى من الورد بستان من الورد بستان وفي عيني اليسرى عجاج السنين عجاج السنين الله يسلمك. لا أمانة احنا نتكلم عن موضوع مهم، وهذا نصيحة لي قبل أن تكون لكم. أمانة الوقت مهم جدا استغلاله مثل ما قلنا يكون لك خطة، مو بلازم تكون جدول مرسوم يدوي، لكن لا في راسك أن تخصص جزء من وقتك اليومي للموضوع الفلاني، للقراءة، جزء من يومك الفلاني للتطوير المهني، دورات تدريبية، اليوتيوب مليان من ناحية تطوير الذات، تطوير الشيء اللي أنت ماخذه، دخول دورات بفلوس، لأن حتى لو تقدم على وظيفة بكرة عندك 1000 دورة 500 دورة، هذه مهمة حتى لتطويرك أنت على المستوى الشخصي. الوقت مهم جدا، استغلاله مهم، والإشغال خلنا نقول الملهيات اللي موجودة في الحياة الآن وإنك تلحقها سواء من وسائل التواصل الاجتماعي سواء من أسواق وملهيات ستبقى كما أنت في كل سنة لن تتطور. أما الموضوع اللي كان تكلم عليه فأحد أنا وافقه أمانة، جدول أمس كان